انطلقت يوم الجمعة الدورة 17 من المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، والتي ستستمر إلى 20 من هذا الشهر. وقد حضر افتتاح هذه السنة الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، الذي تحدث عن المثقف ودوره النقدي في زمن العولمة الجارف. وطبعا هذا مناسبة سنوية، المهم في كل معارض وهو بيع وشراء الكتب وبيع وشراء حقوق الترجمة، لكن نحن طبعا نعتبر أن المعرض ليس هو للتجارة فحسب، لابد أن تكون هناك ندوات، يكون بانيلات كما نقول حول مواضيع اخترناها واعتبرنا أنها ذات رهينية وتهم الجمهور. ما زال الجدل مستمرا منذ السنة الماضية حول تسيير بن سالم حميش لوزارة الثقافة، حيث يراه البعض تسييرا سيئا يفتقر إلى مشروع ثقافي واضح، خصوصا بعد أن ألغى بعض التعويضات المادية البسيطة التي كانت تمنح للكتاب المغاربة الضيوف القادمين من مدن مغربية نائية. وفي سياق حدة التصعيد بين الكتاب والوزير، دعا ثلاث منظمات ثقافية هي اتحاد الكتاب وبيت الشعر والائتلاف المغربي للثقافة والفنون إلى مقاطعة أنشطة المعرض، مما أسفر عن خلل في البرمجة وغياب بعض دور النشر العربية وبعض كتاب العرب تضامنا مع الكتاب المغاربة. سألنا الوزير عن رأيه في هذه المقاطعة فكان رده: لا لا لا، ما تهدرش في هذا الموضوع، لا لا ما تهدرش في هذا الموضوع، حسبهم لي شحال العدد ديالهم. لا لا لا، العدد ديال الأشخاص. ايوا صافي، اذا حتى تعطيني عدد الأشخاص عاد نجاوبك. لكن بعض الكتاب المغاربة لهم نظرة مختلفة وأشمل حول الموضوع، ويعتبرون هذه المؤسسات الثقافية المحتجة هي أيضا مساهمة في تأزيم الوضع الثقافي المغربي منذ سنوات، وتحتاج بدورها إلى المقاطعة. لنسمع رأي الكاتب والخاص المغربي الكبير أحمد بوزفور حول رأيه في المقاطعة. اتصلوا بي من وزارة الثقافة من المكتب ديال الوزير ودعوني إلى قراءة قصصية في المعرض، ووافقتهم بدائيا منذ شهر تقريبا، وأعطيتهم عنواني البريدي وبريدي الإلكتروني لكي يرسلوا لي دعوة يحددوا فيها التاريخ والساعة، لكنهم لم يرسلوا شيئا. وفوجئت وأنا أدخل المعرض الآن قبل قليل وأطلع على برنامج المعرض أن اسمي وارد في قراءة قصصية اليوم في الصباح، لم يخبروني، وأنا أعتقد أن هذا استهانة بالكتاب. لم أكن أنوي أن أقاطع أنشطة الوزارة، ولكنني بعد هذه الاستهانة سأنضم إلى الكتاب المقاطعين. جولتنا بالمعرض الدولي جعلتنا نقف عند بعض صور أزمة الكتاب والقراءة، حيث تغيب بنية تحتية حقيقية لصناعة الكتاب، وأغلب دور النشر لا تحترم في عقودها حقوق المؤلف. هذه الدور تقوم بنشر الكتاب وتوزيعه في نفس الآن من أجل ربح أكبر، مما يدفعنا إلى التساؤل حول وضع مقاولة النشر المغربية وحول مقاولة التوزيع التي من المفترض أن تطلع بدور مستقل. ناشرين، هذا كان اختيار للمركز الثقافي العربي وتطور تاريخي تنعتبره، لأننا احنا كنا في الأصل مكتبة، ومن بعد تحولنا ولينا إضافة إلى مكتبة ونبيع الكتب يعني للمثقفين، أصبحنا ناشرين. نوزع، تعتقد أنكم تتعرفوا أن ما كاينش شبكات توزيع كبيرة توزع خارج المغرب، تكلمش عن التوزيع الداخلي في المغرب، راه موجودة عدة شركات، ولكن احنا اللي تيهمنا هو توزيع الكتاب المغربي خارج المغرب. والهدف من إنشاء المركز الثقافي العربي هو هذا، كان في الأصل أننا تصدير الفكر المغربي إلى المشرق. كنا حاولنا أو نحاول دائما مد جسور عكسية مغربية مشرقية، لأن الفكر المشرقي راكم تعرفوا يوصل للمغرب بطريقة يعني باستمرار وبطريقة سريعة وبطريقة غزيرة. الفكر المغربي لا يصل إلى المشرق، فهو أساسنا احنا إنشاء المركز الثقافي العربي كان هو كيف ما قلت مد جسور عكسية مغربية مشرقية، ومحاولة توزيع الفكر المغربي في المشرق.
كيف هي إذن آلية الترويج للكتاب المغربي وتوزيعه؟ وكيف يمكننا التعويل على مؤسسة أو مؤسستين مغربيتين فقط للتوزيع تستأثر بحصة الأسد؟ سألنا مسؤولة عن إحدى مؤسسات التوزيع المعروفة بالمغرب وكان جوابها Nous avons plusieurs éditeurs français, surtout, dont Gallimard, Actes Sud, Pocket, Robert Laffont et beaucoup d'autres distributeurs qui nous font confiance. Nous faisons aussi la distribution de beaucoup d'éditeurs arabes, notamment la librairie orientale Dar al-Adab, Dar al-Kitab al-Misri. Et nous faisons aussi la distribution des éditeurs marocains, notamment le cas pour les éditions Tariq et Aini Ben Naï et Sirocco, Senso Unico, Youmad pour la jeunesse et librairie pour Danfa, la toute nouvelle maison d'édition. Voilà. Nous distribuons également des auteurs marocains qui ne passent pas forcément par des éditeurs et qui conçoivent leurs livres et qui les distribuent à travers Sauge Presse. Sauge Presse, elle a la particularité d'user de son double réseau, réseau librairie à travers 800 points de vente, mais également sur une autre distribution qui est le réseau presse et qui constitue 2500 points de vente. مازال الكاتب المغربي يصارع من أجل تقديم منتوجه الثقافي بشكل محترم. فهو يضطر أحياناً أن ينفق من جيبه وأن يقوم بدور الموزع أيضاً، مما جعل الكتاب المغربي رغم جودته لا يعرف الإشعاع المطلوب عربياً. فكيف تنظر دار نشر عريقة مثل دار الآداب البيروتية إلى حضور الكاتب المغربي بالمشرق؟ القارئ المغربي في يبدو في تراثه هو قارئ ناقد في نفس الوقت. الآن طبعا نرى تحولا جذريا بهذا المنهج، أن بعدما كانت المغرب تنقد الروايات الصادرة من المشرق بدأ المغرب يكتب، وهذا الإبداع يعني دار الآداب تبحث عنه وتتبناه. فلدينا هذا العام خمس روايات مغربية، وهو عدد كبير جدا نسبة لأنه لجنة القراءة في دار الآداب صارمة وتحاول وتدعي أنها تنتقي الأفضل في العالم العربي، فإنه خمس روايات من بلد واحد هذا شيء من مستوى من الدرجة الأولى، فهذا شيء يعني يجب المغربي أن يفتخر به. انتقل من مرحلة النقد إلى مرحلة الإبداع يعني. يلاحظ الزائر بشكل لافت حضور الكتاب الفرنكوفوني والإقبال عليه، حيث تتنافس دور كبيرة مثل غاليمار وأكت سود على قارئ مغربي مفترض، وعلى الحضور الثقافي للكتاب الفرنسي بشكل عصري يحترم مقوماته وآلية النشر الدولية. وقد سألنا مسؤولة عن قسم الكتاب بالسفارة الفرنسية حول سياسات بلدها لضمان حضور متألق للكتاب الفرنكوفوني. important de la politique culturelle française au Maroc. L'ambassade de France soutient l'édition marocaine à travers plusieurs actions. Donc on essaye de soutenir des travaux de traduction français-arabe. Donc ça c'est un élément très important. On soutient aussi des auteurs qui écrivent en français, qui sont publiés par des Marocains. Et on soutient aussi ce qui est peut-être moins connu, tout ce qui concerne la lecture publique et notamment l'aide aux médiathèques. رغم غياب تقاليد عريقة للنشر بالمغرب، فإن الأهم هو التحسيس بالدور التربوي والتثقيفي للقراءة حتى تصبح سلوكا مواطنا يوميا، وهذا ما لاحظناه بشكل عفوي عند بعض الزوار. المهم انا هذه ثاني مرة كنحضر معرض الكتاب ديال الدار البيضاء، وللملاحظة العامة بالنسبة لي أنا شخصيا أنني كنحاول نبحث على مجموعة ديال الكتب اللي ما كيكونوش في المكاتب المغربية، وكنلقى هذه مناسبة فرصة مهمة باش أنني ناخذ هذه الكتب ونشريهم. بالنسبة لنا مثلا بحال الكتاب اللي اقتنيت اليوم ديال الأستاذ حمودي، أنني الله لقيت العنوان والدراسات عليه في الجرائد ولكن ما لقيتوش المكتبات، لأن أول مرة كيدخل للسوق المغربية بعد مرور سنة على إنتاجه، وهذه كانت فرصة طيبة باش نلقاه. حضور الأطفال بالمعرض كان مبهجا ويدعو إلى الأمل، رغم أن لقاءنا ببعضهم لمسنا فيه بعض الضياع بين الأروقة،
في غياب للتوجيه وتخصيص مرشدين لهم. شوف لي شفت ايضا في هذا المعرض بزاف وعجبوني، ومنهم بائعة الكبريت اللي هي عجبتني بزاف، كنت ديجا مفرجه فيها في هذه الاذاعه ولكن ما كنتش مفرجه لها حتى الاخر صغير، ولكن دابا خديت الكتاب باش نتعرف على اكثر. جيت المعرض باش ندير دوره وخديت هذا الدوره وخديت واحد الكتاب ديال روائع الحب. أيه؟ ها هو مزيان. شنو عجبك فيه؟ كل شيء، فيه واحد الحاجه زوينه بزاف، الحب. الحب. لكن بعض أطفالنا كانوا أكثر حظا بقدومهم مع آبائهم الذين يعون بأن المعرض فرصة لا تعوض لتكريس سلوك قرائي مبكر عند الطفل. هذه مناسبة باش انا كنجيبو الدراري ديالنا باش يشوفوا الحوايج اللي هما جداد وفي نفس الوقت نحبوهم باش يحاولوا الكتاب، لان كتعرف دابا المشكل اللي كاين عندنا في المغرب ولا في حتى في العالم العربي كله هو الأزمة ديال قراءة الكتب، وخصنا واحد الطريقه دائما كيفاش نحبوا التلميذ او الطفل عموما للكتاب. دابا الكتاب عندنا اصبح شي حاجه اللي هي مفقوده في العالم العربي، ماشي غير في المغرب، ربما العالم العربي، ربما الاعلاميات، ربما الصوره طغات على الجانب ديال الكتاب اللي هو كتاب كيسمى كتاب ورقي. انا حتى الكتاب الاخر اللي هو الكتاب ديال يعني الكتاب الرقمي راه بدات يدخل للسوق، بدات كتغى. هذاك الشيء حاولنا نستغلوا هذه الفرصه هذه باش نجيبوا وليداتنا ويتعرفوا على مجموعة الاستراتيجية الجديدة واللي كتهمهم. إذا كان شعار المعرض الدولي للكتاب لهذه السنة هو خلق مجتمع للمعرفة، فالبعض يرى أن هذا المجتمع لا ينحصر فقط في الدار البيضاء والرباط، وعلى المعرض أن يعمم أنشطته على كل التراب المغربي كي نخلق فعلا مجتمعا مغربيا قارئا.